بو. اوكي المره دي قلتش غضيتكم صح؟ ايه الاخبار يا ناس حلوه عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. النهارده نلعب مع بعض اخيرا لعبه ريزنت ايفل 3. عارف انها نازله بقى لها فتره وعارف انك اكيد شفتها عند حد قبل كده بس احنا مختلفين يا جماعه عن الناس يعني. وغير كده انا مش متاكد هخليها سلسله ولا فيديو واحد بس وبعدين اكملها في لايف ستريم. فعموما يعني في قناه دلوقتي على يوتيوب اسمها بثوث بيستي، لو عملت لها لايف ستريم هيكون عليها ان شاء الله. وبمناسبه الكلام عن اللايف ستريمز ما تنسوش ان النهارده ان شاء الله البث الخيري اللي انا هعمله فده هيكون على تويتش مع فريق اي سبورتس ثاني خالص ملوش علاقه بيا ولكن بيدعم الخير وبيدعم مكافحه الفيروسيه. فهتلاقي في رابط تحت في الوصف. المفروض الستريم بتاعي يكون من الساعه 5 للساعه 7. وكل اللينكات اللي انا بقول عليها دي ما تدوسش عليها دلوقتي عشان لو دوست عليها انت هتاثر على الفيديو بالسلب. فاستنى لغايه اخر الفيديو وانا هفكرك تدوس عليهم كلهم ان شاء الله. من الساعه 5 للساعه 7 بتوقيت مصر او من الساعه 6 للساعه 8 بتوقيت السعوديه على تويتش بتاع كوكو دريلز، هتلاقوه تحت في الوصف. يا ريت تشوفكم هناك ويا ريت تشوف دعم المستوى الحلو. وبرده بقى بمناسبه الكلام عن الدعم ركزوا معايا، معلش انا عارف ان انا طولت بس ركزوا معايا دلوقتي. اللي ما يعرفش انا بجمع جهاز جديد عشان اعمل لكم لايف ستريمز حلو، واللايف ستريمز دي كلها ان شاء الله هتكون موجوده على يوتيوب، هتكون على تويتش، هتكون على فيسبوك، بس هتكون كمان على يوتيوب اللي هي برده قناه بثوت بيست اللي بقول لكم عليها. فانا كان ناقصني حاجه واحده في الجهاز وهي المذر بورد، وانا اشتريتها بفلوسي بعد ما كنت هحاول اجيبها بطريقه ما يعني ما كنتش هسرق بنك ما تخافوش. وبالتالي فانا جاي اقول لكم لو حابين تدعموني وتساعدوني ان انا ادفع فلوس المذر بورد دي في طريقه سهله جدا. هتلاقوا في لينك في الوصف لعبه رايز اوف كينجدمز، لا ده مش اعلان رايز اوف كينجدمز ما تقلقش. هتلاقوا لينك للعبه عشان تلعبها من محاكي اندرويد على البي سي، فاهمين دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي؟ فانا ليه مع محاكي الاندرويد دي حاجه كده، كل ما حد بينزل اللعبه من اللينك بتاعي انا بيجي لي نسبه فلوس مع انك هتنزلها ببلاش. فلو عايز تدعمني هتلاقي في رابط تحت في الوصف، تنزل منه برنامج تعمله انستول وبعدين تدخل في البرنامج من حسابك على جوجل وبعدين هتلاقي اللعبه تدوس عليها وتنزلها وخلاص كده. كده انت دعمتني كده ساعتين ادفع فلوس المذر بورد. اسف اني طولت، هنشوف النهارده هنخلي اللعبه دي سلسله ولا لا. خلينا نخش بقى في اللعبه. اوكي يا رب يا ساتر يا رب مسهل، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الجرافيكس دي؟ طبعا ده فيديو عندي مش جرافيكس. انتوا عارفين ايه اللي مخيف في الموضوع يا جماعه؟ هما بيتكلموا عن مرض انتشر واحنا دلوقتي عايشين فتره زمنيه غريبه في الكوكب ده، فممكن الحاجات دي كانت تحصل اصلا. اوكي امبريلا اهي، دي الشركه الشريره يا جماعه، امبريلا كوربريشن. هما بيعملوا ايه؟ ايه ده؟ ما تقوليش ان ده النيمسيس. ده النيمسيس صح؟ هو بغباوته هو ده اللي هيدلعنا النهارده ان شاء الله. اوكي كده ده جرافيكس ولا ده فيديو برضو؟ لا دي جرافيكس، دي جرافيكس صح؟ قول لي دي جرافيكس بليز ولا فيديو. والله لا دي جرافيكس ولا فيديو يا جماعه، دي جرافيكس ولا فيديو؟ اهو نيمسيس اهو، دي جرافيكس، دي جرافيكس. انا بصحى اهو بستيكز الساعه 8 و7، انا ليه بعلق على حاجه زي دي؟ حد ينام بالجنس؟ انا ما بحبش انام بالجنس وما بحبش الناس اللي بتنام بالجنس. خلاص عرفنا الساعه كام يا حبيبتي، يلا عايزين نخش في الاكشن على طول. هي اللعبه فيرست بيرسون ولا ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ اوكي عندنا ايه ده؟ اه في عاصفه بره. تمام تمام اوكي، في نور جنه طالع من الحمام تقريبا. اه لحظه لحظه، افتح يا سمسم. ايه ده؟ هاي ايه يا وسيم عامله ايه؟ اغسلي وشك، اغسلي وشك مع مصر. هو حد يحط ايه ده؟ لحظه واحده، المسدس محطوط كده؟ طب فضلا افتكرته الاستشوار ولا حاجه. ايه الدم ده؟ سلامات الف لبأس. اوبا اوبا ايه اللي بيحصل ده؟ اوكي ده المسدس، انا كنت خايف يكون استشوار. هتبص تبقى زومبي كامل؟ لا لسه. اقتلي نفسك، اقتلي نفسك، اقتلي نفسك. ايوه يا ساتر يا رب، بس لسه جميله والله. طب ايه طيب؟ ايوه ايوه يلا بيو. ايوه ايوه وايه ده؟ كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. عايزك تعرف اننا كل ساعه لا بهزر بهزر. اوكي احنا صحينا في مكان ما وهي بتقول ان بعد 3 ايام هتقول باي باي للمدينه الغريبه دي. واضح ان الدنيا بتولع هنا، تلفزيون اتش دي اتش دي يعني دلوقتي بتتساءل ايه اللي بيحصل بره. طب ايه؟ عايزين اكشن، نبي اكشن. ايوه افتح ده، افتح النور. لحظه هو ده النور ولا ايه ده؟ ايه الزرار ده؟ حد يحط نور الحمام بعيد عن الباب كده؟ وهي ليه سايب المايه مفتوحه على طول؟ بصي فوق كده. ايوه اهو انت جميله اهو مش زومبي اهو. في ايه؟ هتحلقي ولا ايه؟ في ايه؟ ايه جو فيرن لافلي ده؟ ايوه نظاره في وجهك، خلاص يلا بس كده خلاص. كان ايه الهدف من دخلة الحمام دي؟ ايه تليفون؟ ايه ده احنا بقينا ثيرد بيرسون صحيح، ما بقيناش فيرست بيرسون. لحظه 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 اللي بيتصل، استنى يا كابتن. الو في واحد اسمه براد متصل بينا عشان نهرب من هنا. ايه اللي بيحصل ده يا اختي؟ السلام عليكم. ايه يا عم النمسيس عامل ايه يا حبيبي؟ ولا انت مستر اكس ولا انت مين انت؟ ده النمسيس ده، ده النمسيس ده. خد يا اختي، ألف لا بأس وألف سلامة وألف اسم الله وبعد الشر. أنت مش واخدة بالك أنت بتحاربي إيه ولا إيه؟ إيه العياد الماسك يا؟ آه يا نهار أبيض، هو ده اللي هيوقفه. كسر حيطة، كسر حيطة كاملة، أنت عبيطة، اجري يا نهار أبيض. هو عايز مني إيه؟ في إيه ده الإكس؟ هي بتقفل البيبان ليه؟ خلاص يعني كده تفوقنا عليه خلاص بذكائنا؟ ايوه اطلع من هنا، اطلع من هنا بسرعه. ايوه ها
اوكي واضح ان هو كسر حاجه، واضح يعني. ايه ده كابتن؟ امسك نفسك كويس. انقذه ازاي ده؟ في حاجه بتحصل تحت. اوكي ده مات. ايه ده اللي حصل؟ الو في واحد طلع من النار دي وقع تحت هنا كمان. ايه ده؟ اوكي بص يا جماعه، هو انا بدات اشك ان في حاجه بتحصل في المدينه دي، في شر مقيم او حاجه. ها الله يخرب بيتك. ايه يا عم السيكريت سربرايز انتري ده؟ ايه ده؟ اجري يا بت يا كابتن. ايه اللي طلع منك ده؟ ايوه ايوه عوريه، خد يا متوحش اجري باجي. ايوه اكزت مخرج. اوه ازاي لسه عايشه؟ انا لما بتعور من ورقه بزعل. يا عم النجم ايه يا باشا؟ يخرب بيتك، ما تفهم كده ان انا مش عايز اقعد معاك. ده نزلنا دور كامل وانت بتقفلي عليه الباب. ده بيحرك. يخربي اجري يا بيه. يا لهوي بيعمل ايه ده؟ انت عامل مجنون. اجري بت، المخرج هناك اهو. في والله العظيم اجري. هربنا منه. اوكي خلاص كده ملح قوي. ماشي في ايه اللي بيحصل؟ بيجروا من ايه دول؟ وليه بيجروا في اتجاهين معاكسين؟ بتهربوا من ايه طيب؟ ايه ده مين ده؟ ده براد، ده اللي اتصل بيا عايز ايه يا كابتن؟ اوكي بيقول لها الشيء ده عايز يموتها، يموتها هو يموتنا انا، احنا لسه عايشين يا باشا يلا بينا. الله في سينما. اوكي السينما هو اللي تقريبا. استنى يا كابتن، استنى يا كابتن، استنى يا كابتن متعور. طيب يعني الوحش ده بيجري وراه بيجري ورايا واحنا الاثنين البوليس اللي متبقيين في البلد حاجه كده. انت عايز تفهمني ان هو هيشوفك بالهليكوبتر دي في وسط اللي بيحصل ده؟ يا لهوي ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار ابيض دول كانوا مستنيين عدل. اوكي يعني احنا عملاء في حاجه اسمها ستارز وهم عايزين يقتلونا لسبب ما. ايه يا عم انت ما تطلع من الكادر في ايه؟ اديني كده بيرسونال سبيس، ما تدينيش الفيروس. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعمل ايه؟ والله افتكرته هحطها قدام الباب عشان يحمينا. اوكي اوكي واضح ان هو بيضحي بنفسه ولا ايه؟ مع السلامه يا براد، مع السلامه يا صاحبي. هيتحول زومبي بعدين مش كده؟ اوكي هنجري المفروض. ايه ده؟ ما تضحيش. هيضحي بنفسه عشاني؟ حزن ولا ايه؟ هنبكي؟ لا لا عايز اتفرج عليه وبيموت، بحب اشوف الناس بتموت هنا في اللعبه. مش سامعه بيموت، شكله عايش، شكله عايش. ما سمعناش صريخ وصويت. الله مسدس. مش هتحتاجه يا كابتن هات. سوري ايه؟ سوري ايه بس بتعتذري على ايه؟ يا كابتن زميلي براد كان معاك جوه ما شفتوش؟ ما شفتوهوشي؟ يا كابتن استنى بس عشان الايم بس. ايه ده؟ لحظه مش ده الممثل المصري يا؟ يختفي معيش امو. اجري لازم نستخف دمنا احنا. ايه ده بقى؟ ايه اللي يفض بالحاجات اللي مستنينا عدل عشان تنفجر دي؟ اهلا باللي طالع من مصر المدرسه. زي ما انت يا كابتن، زي ما انت، زي ما انت. اوه في حد فوقيه بيقول لي اطلع على الباركنج جراج روف، يعني في جراج ليه سقف سطح معرفش نوصل له. انت ايه؟ ده عايش، ده انسان حقيقي. استنى يا كابتن بس. ايه ده؟ اوكي بيقولوا انا مش هطلع من هنا. يا كابتن استنى. يا كابتن يا كابتن هو عايز يعيش هنا وسط الاكل والحاجات دي. بيقول ان هو يفضل ان هو يموت من الجوع على ان هو يموت من الزومبيز دي. يا رب تموت. اوه كويس. اوكي نعمل ريلود. حلو قوي. افتح يا سمسم ابوابك. في ايه؟ الله بوبي. ايه بوي بوتي 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 انت كميله يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي انت كميله انت 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 كيوت قوي. بسم الله ما شاء الله، بالذات اللي جعان بياكل ورا ده. يا ابني حاسب يا ابني خلينا نعمل الافيه. اللي جعان بياكل ورا ده كيوت قوي. يعني لون انا طلق بس حاجه بس ايه محدوده معايا، كنت اديت لك واحده في دماغك ب 200. ندخل من هنا. ترى والله ما تخوف. السلام عليكم، في باركنج عندكم هنا ولا ايه؟ شكرا. طيب تعالى نطلع بالاسانسير. هو انا المفروض اتخض يا جماعه عشان لغايه دلوقتي ما بتخضش الصراحه. طيب امسك الكابتن. اوبا هما ليه مش بيموتوا من طلقه واحده كده؟ ماشي تمام موت شكرا. بص انت مش هضيع عليك طلق الصراحه، وسع لي كده بس يا كابتن معلش. افتح لي يا ابني الاسانسير ده، بابه معصلك. ماشي حبيبي باي. ماشي دول المفروض هينقذونا. بيقول لها نركب. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك بس عشان في نمس زينا الشرير كان بيحاول يموتني.
ومن مجرى الاحداث كده شكله يجي ياخدكم معاه. يا ترى مين؟ يا ترى مين جه هنا؟ اجري يا وليه. اهلا. ايوه معلش يا كابتن، بس لحظه واحده بس. الله عربيه حلوه قوي والله. طيب هو بعيد عامه، هنلحق المفروض. سبيس تمام، هو بيقرب. اوكي تمام سبيس، يلا تمام تمام. عربيه مش شغاله، فولوا عربياتكم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. وسع يا كابتن. ايه ده؟ تمام مش عيب. عمو معلش بس تديني بس فرصتي كده. يخي الو يا لهوي، انتوا عارفين ايه اللي تعبني اكتر؟ حاسس ان عادتها دي مش مريحه ابدا. صباح الخير امرايا امرايا، اهرب يا بيه. يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما، يلا يلا يلا، خلي الادرينالين يشتغل كده. الله وشه الجميل باين خلاص. هو ده النمسيس اللي احنا عارفينه. هو انا المفروض اعمل ايه؟ اوكي انا ما اعرفش المفروض اعمل ايه الصراحه. ايه ده؟ ازاي وسيم كده؟ هوبا. ايه ده؟ ده صاروخ؟ مين بيعمل ايه؟ ايه الروشنه دي؟ اوكي لقد قضى على الاشرار ورمى السلاح كانه ملوش اي لازمه. ايه ده؟ مين ده بقى؟ ده الباشا كارلوس. الباشا كارلوس صبغ شعره بنفسجي، ولا ده دم الوحش جه عليه ولا ايه؟ مش فاهم. لا ده دم الوحش، ظلمته. لا ايه ده؟ والله شعره بنفسجي. ايه ده؟ هو شعره كده ولا ده بج في اللعبه ولا ايه؟ انا مش شكله جليتش. ده جليتش. قالت له وخر عني كده. انت هتصاحبني يا كابتن ورنيه عشان انقذت حياتي يعني؟ اوكي بيقول لها ان هو ما يعرفش اي حاجه عن الوحش ده وما قابلش اي حاجه زيه قبل كده، بس هو عارف هو عايز يقتل مين ومش هيقف غير لما يقتل اللي هو عايز يقتله. اوه ده مع امبريلا. اوكي ده اللي المعمل بتاعه تسبب في كل اللي بيحصل ده. شكلك هتطلع شرير في الاخر. بمناسبه يا جماعه ما لعبتش ريزنت ايفل 3 زمان وانا صغير، ما لعبتهاش فما اعرفش القصه. داينو بايتس بشبه عليهم ان هم شبه حاجه كده. اقسم بالله دي ارعب حاجه في اللعبه كلها. اوه في حد جوه هنا. السلام عليكم. كلام على مين؟ مين الكابتن ده؟ هو ليه كلهم شعرهم بنفسجي يا جماعه؟ هو انا عامل ايه في اللعبه مبوظها؟ هي شعرها مش بنفسجي، اشمعنى؟ يخرب بيت دقنك. هو الراجل ده عارف انا مين؟ جيل فالنتاين. اوكي ده اسم الشخصيه بتاعتنا. اسمه ميخائيل فيكتور. ميخائيل. بيقول لنا ان هو جاي ينقذ الناس اللي في المدينه دي، بس خلاص المدينه دلوقتي منقطعه عن العالم وكل اللي فيها هيموتوا وهيتحولوا زومبيز. يخرب بيت البنفسجي. وهي بتقول لهم انتوا السبب في كل اللي بيحصل ده. اوه في ناس كتيره معاهم عايشه، وهو بيقول محتاجين نحرك المترو ده عشان ننقذ شويه ناس. اوكي ماشي هنساعدكم. جميل قوي جيل الصراحه. ما تجيب السلاح ده يا كابتن. اوه اتحمست ليه؟ مش فاهم. جيل مش طايقاه. ماما الاثنين بيقول لها خدي ده عشان نتكلم مع بعض، فقلت له انا عارفه البتاع ده بيعمل ايه. ما تجيب السلاح ده يا كابتن بجد بشعرك ده. ماشي قايلين نطلع فوق هنلاقي سبلايز وحاجات نستخدمها وكده. ده نفس المترو. ماشي اوكي، وهدفنا ان احنا نحرك المترو ده عشان ننقذ شويه ناس. اوكي بدرس بس الخريطه بس كده. ايوه تمام اوكي خلاص عرفت اروح فين. تمام ايه بقى اخر الاخبار عندكم يا باشا؟ ايه ده في اخبار بجد؟ حاجه هنا ولا هنا؟ مفيش حاجه. اوكي 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 اوكي. انا وحشتك ولا ايه؟ في ايه؟ ولحق يكلمني؟ اوه في حاجات كتيره هنا. اوكي عامه احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نرجع الكهرباء، فده اللي بنحاول نعمله دلوقتي. خدنا جام باودر كويس، وجام باودر تاني كويس. هو ازاي كنت بطلع السكين عشان ناسي؟ مش كان بسبيس تقريبا او حاجه؟ بمسكها في ايدي واضرب. اوكي ماشي ماشي ماشي. نضرب الصندوق ده. اوه كويس ناخد اللي فيه. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحط دي على ده فنعمل ميكس ده، ممكن نحط كمان دي على ده فنعمل شويه طلق، بعدين نجيب المسدس نعمل له ريلود. في صندوق هنا، ايه اللي فيك يا باشا؟ ده صندوق لازم مفتاح عشان نفتحه. اوكي قلت لي ماشي يا سيدي. اوكي ده الصندوق اللي بسيب فيه حاجتي كلها المفروض. اللي عايز يسيبه بسيبه هنا، مش هسيب حاجه. هنا بنسجل، هنا شكله في سر من نوع ما، حاجه برضه هنستخدمها هنا. تمام اوكي هدفنا نرجع الكهرباء، ومن الواضح من الواضح اننا هنضطر نطلع بره للزومبيز، فيا مسهل. بسم الله تمام، واضح ان في عوق بيحصل اهو من اولها. انت رايح فين يا كابتن؟ السلام عليكم. ابتسامتك جميلة 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 جميلة. ايه يا باشا؟ ما تموت يا باشا، ايه الدقات دي والله؟ مت؟ ما انا ما اعرفش انت مت ولا لا، فلحظة واحدة كده. ما كانش مات والله. ايه ده؟ ما كانش مات بجد؟ الهيد شوتس ما بتموتش في اللعبة دي ولا ايه؟ ريلود يا عم. اوعى يكون في خضة هنا ولا هنا. اذا فلنذهب من هنا. مقفول تمام. اوكي المنظر ده مش عاجبني، ما يشجعش. اوه طلق هات، مش هقول لا ابدا. اوه في حاجه هنا في الضله. ايه ده؟ ده ايه اللي بياكل الهوا ده؟ بتعمل ايه؟ تاكل ايه؟ الف صحه وعافيه عليك يا رب. طلع ظابط شرطه كمان معاك. طلق يا باشا، طلق طلق اي طلق. ايوه ايوه
ماشي واحده زياده بس كده، زياده تاكيد يا باشا. قلت زياده تاكيد يا باشا يا باشا. ليه هوي طلقتين راحوا. اوكي راسه انفجرت اهي، لازم نفجر الراس. ايه ده ايه ده، انت عبيط انا ولا ايه؟ انت بلطجي يا واد، ضيعت طلقتين على الفاضي والله. ماشي نطلع من هنا اعتقد. بص الزومبي الكلابيز ده يا اختي، يا اختي بص كرشه بيدلدل ازاي يا اختي. يكو مينا مينا مينا، ورينا تاني كرشك بس. يكو 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 يكو. ايه ده؟ الو السحر، السحر الو. اوكي واضح ان اللعبه فيها حاجه غلط عندي على فكره. طيب ايه في ايه؟ اوه عايزين نروح للترانسميشن تاورز دي. تمام لازم نعدي من النار دي كلها. بس يا بس يا ما تعملش دوشه يا. ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده؟ الحاجات دي بتخوفني يا جماعه في الحقيقه. طب ما نضرب دي. لا تحديات كلب. محتاجين حاجه يعني. انا ماشي 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 ماشي، افتكرت اضربها بالنار فتروح عامله. اوكي تحديات هاو هاو هاو. ايه في ايه؟ بجد والله ما انا كنت واقف قدامهم وما حصلش كده، ايه اللي حصل دلوقتي يعني؟ ايه الفرق؟ الهوا شفته كانت مصدومه ازاي؟ طيب نموت الراجل الاولاني ده وابو كرش اللي هيجي ينتقم مني تقريبا. والله جاي بسرعه، والله جاي بسرعه. يا كابتن استنى، انت عايز حضن ولا ايه؟ ده ابشعهم والله العظيم. اوكي اجري بقى. طيب نريلود كده، معيش امو اصلا. الله اكبر الله اكبر. طب احنا نخش هنا عشان نبعد عن الزومبي بس. والله افتكرت الزومبي ده بيطلع شرار، تلعب بتاع اللي وراه. موت بقى. بص اللي جاي من الشمال دي اتشلبه. طيب احنا نطلع من هنا بسرعه نبكس للناس دي. انتوا زومبيز مش شايفين شغلهم على فكره. في حاجه ورا بتنور. لا دي عربيه. استنى يا كابتن استنى يا كابتن، ما تقعدش كابتن. كيب يور ديستنس كيب يور ديستنس، 2 متر في كل الاوقات. في حاجه هنا اهي، كويس انا جيت هنا. اوكي ممكن الكومباين ده مع ده معانا طلق اهو. ريلود. عايزين بس نبعد عن الناس دي. لا مؤاخذه 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 مؤاخذه، ما تمسكنيش يخرب بيوتكو. بطلوا عض يا دي النيله. ممكن اهيل ممكن اهيل يوز بس كده خلاص. انا كويس انا كويس انا كويس. اروح فين واجي منين؟ من هنا. من هنا. في هنا بتاع. اوكي لحظه لحظه لحظه. دراج ستور اونرز جورنال. الراجل ده يبقى كاتب ازاي نفتح الخزنه دي صح؟ The new safe is just perfect. Nobody even knows the code. Not even my wife. It's a secret between me and my beautiful aqua cure queen. مين دي؟ مين الاكوا كيور كوين دي؟ واضح ان انا هحتاج اشغل ال 200 اي كيو عشان افتح الخزنه دي. في حاجه هنا؟ كل الدرج ده عشان بتاع دي؟ اكوا كيور، اكوا كيور ده شكله اسم دواء ولا يكون صوره او لوحه؟ السلام عليكم. ايه الايم ده يا باشا؟ انت اتحركت صح؟ عندك لاج؟ ممكن نمشيها هنا عندك لاج؟ استنى بس عشان مش عايزك تغفلني بعدين. اديله اديله اديله. موت؟ الدراما دي كانت موت ولا ايه؟ ماشي معانا 13 طلقه بس. ايوه ما كانش في حد غيرك هنا؟ والله ضيعت عليك الطلق اقسم بالله. ماشي انا فين كده؟ اوه طلق سبحان الله. ماشي نقدر ننزل تحت هنا ونتزنق ونرجع ونلف تاني زي الكلاب. ندخل هنا كده، في واحد هناك تقريبا بيستفرغ او حاجه مش عارف، ما اعتقدش ان هو زومبي. فاحنا ننزل من هنا مالناش دعوه بيه. هوبا هاي كيف حالك والله؟ ايه ده؟ خضتني يا كابتن والله. ايه القرف ده؟ خد زي بطن اديله ولا ما تقومش يا. استنى 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 كابتن. ايوه موت بدراما موت بدراما. ايوه اوسكار والله امسكها بايدك اوسكار. مفيش حاجه تيجي كده. اللي كان بيستفرغ من هنا مش عايز اروح له، مش عايز ازعج الناس دي الصراحه يعني. واضح ان هو بيتغدوا. هو ده بيفرقع. بيو بيو. في حاجه هنا؟ في ايه ده؟ بس كده خلصتي؟ اوه بت بت بت. اوه مش عايز اضيع عليكي طلق انا. تعالي تعالي قربي 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 مني. اديها. الله يحرقك بجاز، الله يحرقك بجاز. بس بقى، انت مش وقعتي في النار؟ اتحرقي بقى. يا بيه، يا بيه الفيديو بتاعي يا بيه، مش هضيع عليكي طبعا انا. اهو، موتها من غير ما تلمسني، صباح الدراما والله. اتمنى يكون في هنا هيلث بس. الحمد لله. اوكي احنا هنضرب دي، نمسك المسدس تاني بس. ايه ده؟ ايه يا كابتن ده؟ يا جدعان بقى كله بيعضني ليه؟ حاسب كده. انت يا عم انت. ما ينفعش انت تعمله ده يا كابتن والله. لازم نحترم المرأة. موت بقى. والله لا فنشك. هو تفنيش اهي. زومبي دول دراما قوي والله العظيم. انا سامع صوت حد. بصوا هو في حاجة هناك، في الشيء ده، حاسس ان هو هيغفلني، مش عارف ليه. اوه ايه ده؟ دي ما ماتتش. انت يا ولية انت. ده ايه القرف ده؟ اوكي بالصلاه على النبي كده مبدئيا بس مكتوب هنا اكوا كيور اهي. اكوا كيور دي اللي بندور عليها في تقريبا في الباسورد او حاجه مش عارف. السر في الاكوا كيور اسمها واحد تخفيله تقريبا. الزومبي لا قلت عليه تقريبا انت صح؟ لا طلع من حلال وطيب. اوه لحظه 9 3 7 9 شمال 3 يمين 7 شمال 9 3 7. والله اروح افتح الخزنه دلوقتي. ترى الخزنه دي فيها ايه بقى؟ فلوس مجوهرات ياقوت ولا حاجه اغلى زي لينك قناه بيستي كده؟ 9 3 7
الله اكبر الله اكبر. ايه ده سكوب وانا بلعب ببجي؟ تمام شكرا شكرا شكرا. خدنا سكوب للمسدس بتاعنا تقريبا كومباين. يلا بقى شكله اعبط من الاول. ادانا الليزر احمد بيخلينا ايم كويس. طب والله كويس جدا والله كويس جدا جدا. بصوا احنا المفروض ندخل هنا بس انا حاسس ان في حاجه مهمه هنا فانا هستنى الزومبيز دي تجيلي. تعالوا يا جماعه كله يجمع هنا كله يجمع هنا ماشي. وبعدين بقى تعالوا كده تعالوا كده تعالوا كده تعالوا كده 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 كده. ايه القرف ده بقى؟ كل واحد فيهم راح في اتجاه والله. واللي هناك ده فريماته واقعه ما اعرفش ليه. طيب اعتقد دول ماتوا خلاص مش فاضل غير ده. نجرب بقى بتاع الحمر دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحده جت ثانيه جت ثالثه جت رابعه جت. الله اكبر ما ضيعناش ولا طلعه. ماشي نموته بس بالسكينه بسرعه قبل ما يصحى كده ويفوق علينا. هضربك زياده عشان المره اللي فاتت هي حورت وطلعت عايشه. هعذبك. اوكي اظن ان هو مات خلاص. فاكرين عبيط ها؟ يخرب بيتك. اوكي 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 طلعت عبيط طلعت عبيط طلعت عبيط. انت ظابط شرطه زي المفروض ما نعملش كده في بعض يا باشا. مات دراما القرف. جام باودر هات لي يا ابني طلق زياده وحط ده على ده. ماشي في اماكن كتيره ممكن نمشي منها. ممكن نمشي من هنا كايت بروز ريل واي دي اشوف كده لو بيفتح. بيفتح. هاي انت خدمه عملاء هنا ولا ايه؟ ايه هتموت ولا ايه؟ هم اربع طلقات هم اربع طلقات اربع طلقات بعد كده بالسكينه. ايه ده في ايه؟ مت ولا ايه؟ مات. فين ايام ما كانت الزومبيز بتوقع حاجات مهمه؟ فين ايام ريزنت ايفل 4؟ فاير هوز. انا نسيت انا المفروض اعمل ايه اصلا؟ انا المفروض المفروض افتح الباب ده. في ورقه هنا. الورقه كان مكتوب فيها ان في شوت جن ممكن اشيله باني اقص البتاع ده، فواضح ان احنا هنلاقي مقص او حاجه. طب نشوف هنا. لقينا قنبله كويس مش هستخدمها دلوقتي خالص خليها للنمسيس دي. ولقينا جام باودر تمام. ده هي دي. الشجن اهو. فاحنا محتاجين نقص ده محتاجين بولت كاتر. البولت كاتر ده اللي بيتقص بيه الحاجات دي اللي هي الحديد وكده. ماشي نلاقي فين بقى البولت كاتر ده بقى؟ ده مكتب شركه السبوي. انا محتاج مفاتيح كتير قوي والله. ايه ده؟ بيو. ده مش شغال لسه. اوكي 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 هنحتاج نصلحه الاول. ماشي طيب مش فاضل غير ان انا امشي من هنا يا اما اخش المكان ده يا اما المكان اللي على اليمين. فالاول اخش على اليمين كده اصل انا عايز الاقي البولت كاترز دي والله. محتاج الشجن. ده هنا كمان محتاج البتاع البولت كاتر ده. ماشي طب يمكن مثلا جوه هنا عند بتاع الدوناتس. شوف بتاع الدوناتس. السلام عليكم انتوا طلبتوا ايه عشان تلعبوا كده؟ شامم ريحه غدريه. شامم ريحه غدريه ولا دي ريحه الدوناتس ولا ايه؟ معانا 52 طلقه. قول لي. ماشي فانسي بوكس. ايه اللي فانسي بوكس؟ تمام. ايه ده انا رجعت هنا؟ انا عايز امشي من هنا اصلا. تمام طب عايز ابعد عن الناس دي بس. ما تمسكنيش بليز. ازاي مسكتني يا كابتن؟ ما تمسكنيش انت كمان. تختخ ما عرفش يمسكني. سيد ورب العباد. اوكي اعتقد كان المفروض امشي من هنا. ايوه انا كده ماشي صح. حط دي هنا بقى. استخدمي يا بنتي. برافو اخيرا. حلو قوي. ماشي وصلنا لمكان غريب ريبير. اعتقد هنا هنلاقي ولا هي دي والله هي دي. هات ده. ماشي حطه هنا. في صوت غريب هنا بس هتجاهله دلوقتي الصراحه عشان عايز اجيب الشوت جن الاول. نرجع نجيب الشوت جن الجميله القويه. يا دي النيله على اللي هناك دول اللي فريماتهم واقعه. طيب انا هموت ده كويس وهعدي من جنبه هنا عشان مش ناقص الصراحه. يعني افضل ان انا الف من هنا عن ان اروح له. وانا طلعت فوق هنا اظن. لا ما طلعتش هنا. لا في اسواق قذره كتير في الحته دي. هنا في ايه؟ هات 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 انا موافق. شكلك هتصحى يا كابتن. كان هيصحى ويغفلني ويزعلني ويهشتكني. هنا في ايه بقى؟ اوكي شورت كات كويس. طب تصدقوا ظلمته وقع حاجات فعلا؟ طب انا معيش مكان خالص خالص. يعني يوم ما توقعوا لي حاجه يكون معيش مكان ليها. ماشي مش مشكله. طب انا همسك الشوتجن ازاي؟ هعرف امسكه مش هعرف امسكه؟ يبقى احنا لازم نسيب حاجات في الخزانه. لحظه تقريبا دي جواها حاجه سبيس كده. قول لي بتقول ان دي المفروض تتحط جوه حاجه. جوه ايه؟ يخرب بيتك انت كنت فين طيب؟ يعني انت كنت فين؟ فهمني اديني مبرر لكونك هنا يا عم. يا عم الملح يا عم عايز تفضي لي مكان صح؟ فضيت لي مكان يا باشا فضيت لي مكان والله. هستخدم الجرين هيرب دلوقتي. موت بقى. غز في كرشه غز غز في كرشه. ده مات اهو. ايه في ايه؟ استخدم يا عم الهيرب يا عم. ماشي اوكي دلوقتي نقدر نجيب الشوتجن معانا مكان ليه تقريبا للاسف. مش للاسف قوي يعني وانا عايز امسكه بايدي بس برضه يعني مش كده مش بالاسلوب ده. هنروح نجيبه عموما عشان نحتاجه بعدين. ايوه 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 اديله. الله اكبر. بيو بيو. الله بياخد مكان واحد بس في الكتله ياخد مكانين والله. ماشي كده معانا شوت جن
والله لمسكك في ايدي. ولا لا 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 خليه بعدين عشان حاسس ان احنا هنحتاجه هو والقنبله. نرجع تاني بقى. يا دي النيله تفكرني بقى ايه هخاف واروح مطلع عليك الشوتجن صح؟ انت بصيت ليه؟ شكرا باي باي. ولا حتى اتاكد ان انت مت عشان مش هرجع لك تاني كده كده. في هنا بقى في مكان ما هنا في باب بيتفتح اهو، فقبل ما افتحه هسيب الحاجه في الصندوق وبعد كده ارجع له. اوكي انا مش محتاج ايه؟ مش محتاج دي معايا ستور وبس كده، بقيت الحاجه محتاجها الصراحه. اوكي دلوقتي الباب ده الباب الكيوت ده المفروض يتفتح عادي. بسم الله. ترى جوه ايه؟ اوعى يا كابتن، اوعى والله يا كابتن. ايه ده بقى؟ تعالى يا اخوانا تعالى تعالى، كله يصحى كله يصحى وكله يفوق، كله يصحى وكله يفوق. خلى قلبي اتشال واتحط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا كابتن ده؟ يا ابن الذين استنى يا كابتن. والله لما موتك شوت جن. استنى بقى. تويكس تويكس مت ولا لسه؟ بس عشان ايه؟ اتاكد بس. لا هو ميت خلاص. ايه يا جدعان ده والله؟ ايه التخفيل ده؟ اوكي في حاجه هنا ايه؟ طلق ام و... طلق ام وايه بس؟ قصدي طلق اسمه ايه الشيء ده؟ طلق مسدس. ايه اللي هنا بقى؟ كل ده عشان طلق شوت جن؟ عامة هو طلق الشوت جن حاجه مهمه قوي الصراحه. طيب من فين يا ولي؟ من هنا يا ولي. بسم الله. بس يعني انت هو انا مش عايز ازعجك. هنروح على فين بقى؟ اه الباب اللي كان فيه اكشن صح؟ اوكي بص الصراحه انا مش عارف الباب ده وراه ايه، بس اللي اعرفه ان الحلقه دي خلصت على هنا. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. انا مستمتع جدا باللعبه دي، بس مش عارف هل هنعرف نخلصها خلال اسابيع وكل الناس مهتمه بيها، ولا نخلصها في ستريم واحد على يوتيوب خلال الشهر ده. ستريم على يوتيوب ها. فعموما انتوا قولوا لي تحت في التعليقات. انا شايف الصراحه خلاص عملنا فيديو النهارده ضحكنا عليه وكده، نكمل بقى تختيم بقى مع بعض على يوتيوب. تسلوني يا جماعه، لان في لحظات كتير انا ما طلعتهاش في الفيديو ممكن اتكلم معاكم فيها. يعني لو ما فيش اكشن بيحصل في اللعبه ممكن اتكلم معاكم انتوا في الشات، وانا الصراحه عايز اعمل معاكم ستريمات تاني وكده. فقولوا لي تحت في التعليقات لو عايزين تشوفوا لها ستريمات والكلام ده، وهي فرصه برضو اصلا تستعدوا للاستريمات اللي هتحصل في رمضان ان شاء الله على القناه الثانيه اللي هي قناه البثوث يعني. عموما ما تنسوش بقى ان النهارده ان شاء الله من الساعه 5 للساعه 7 في البث الخيري ده، فانا هكون جزء من البث الخيري ده، وان شاء الله تحت في الوصف هتلاقوا اللينك اللي انا هكون بعمل فيه الاستريم. ومره كمان رابط بلو ستاكس اللي كنت بقوله عليه في اول الفيديو موجود تحت في الوصف، تقدر تدعمني منه انك تحمل اللعبه. ده مش اعلان رايز اوف كينجدمز، ده مش اعلان لبلو ستاكس، ده طريقه لدعمي انا. وبس كده اشوفكم المره الجايه، بحبكم فشخ. سلام يا مستوي. عايزك تعرف ان انا كل سعادة وهنا، طلعنا ونطينا وعدينا في مجرد سنة، والكل واحد هنا. عايزك تعرف اننا هنكمل مع بعضنا والكل هيعرف اسمنا، ولو انت او انت جداد خلونا نفتح الباب ووريكوا اعظم واجمل واحلى الترحاب. هنكمل للنهاية مليون واحد الغاية والاخر الحكاية.